أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا ومجموعة من الدريات تفقنا على أساس باش غنديروا واحد العمل خيري على حساب نهيلة اللي عندها مرض السرطان في الدم، وبغينا باش نجمعوا ليها شوية تبرعات على أساس نعاونوها في العلاج ديالها. وجدنا واحد المشكل. شنو المشكل اللي وقع لكم هنا؟ المشكل اللي وقع لنا هو على حساب صاحب المقهى. اش قال لكم؟ المقهى بانه كيطلب. عرفتوا اسم المقهى؟ مقهى فوز. فوز كيطلب المبلغ محدد ب 2000 درهم. وهذا المبلغ لاش؟ وهذا المبلغ على اساس باش نعطيوه ليه على حساب موسيقى. موسيقى اللي المده ديالها كتجاوز 10 دقائق. احنا جروب عندنا في الواتساب، كان عندنا هاد شلنا هاد الحاله تاع نهيله وقلنا ما فيها باس نتعاونوا. جينا عند هاد السيد قلنا ليه انه يعطينا هاد المقهى باش نديروا هاد العمل الخيري. قلنا غنديروا انشطه وداكشي. قالنا ماشي مشكل. في الاخير من تحط امام الواقع قالنا جيبوا لوتوريزاسيون. مشينا جبنا لوتوريزاسيون عطيناها له. دابا من جينا هاد النهار قال لك لا، قال لك كونفوا لانيماسيون ما غاتكونش. حنا اتفقنا عليه ومن قال لك الا بغات تكون لانيماسيون خاصكم تعطوني 2000 درهم. ودابا صافي وقف لينا كل شيء، ما بقات لا لانيماسيون لا والو. العيد ديال رمضان ورمنا العنق ديالها بالنهاية، ورمنا العنق ديالها، ودينا عبد الوحيد، درنا لها التقاني، درنا التحاليل، درنا لها العملية عندها، بعد يومين طاحت لها مرجلاتها، مني جنا للدار عاود رجعنا عندها، قسم رينا براك قالت دوها لمراكش، ودينا لمراكش بقاو كيدو يجيبوا هنا ماشي ستة خضر مع سبعة، تما عاودني تما شي خمسة تحاليل ومع التقاني، وعاودتني رجعوا تاني شدوها لينا. وخويا المصاريف كثيرة في ناحية مراكش، المصاريف كثيرة بزاف، الدواء حنا ناخذ لها شهوة 200 ريال، الدواء، وعالي يكون فدا 3600 ريال، وخلي على المصاريف الأخرى كاينها 10000، 10000، 12000، 13000 ديال الدواء، هذي كل نهار هذي. وخويا شنقول لك كرفتنا مع البنية وبين الناس يعاونونا المحسنين يعاونونا. كيفاش جات هذه الفكرة ديال أنكم تنخدموا؟ أخويا خير كثير، هاد الناس الله يوفقهم معايا، الله يهديهم بخير والله يحفظهم. على ما لاحظت أنه وقع شي مشكل مع صاحب المقهى؟ لا ما وقع حتى مشكل. لا وقع واحد السيد جا كان فوق. صاحب المقهى؟ قال لكم؟ طلع لي فوق قال لي هاد الناس دايرين هاد المجمع ديالاش؟ قلت له ودينا انا عيطوا عليا اتصلوا بيا جيت عندهم قال لي شنو المشكل؟ قلت له ودينا مريض لي واحد بنيه وجي وقال لي عطيك شي بركه. وهي هذيك شويه هو تلات ديال كلمني الام. بس سولت قال لي شحال غيعطوك؟ قال لي شغيعطوك؟ قال لي واش غيعطوك معاك ولا غيعطوك كامل؟ قلت له خويا شوف انا عرفت الشيء اللي عطوني قسم به الله، داك الشيء اللي عطوني خير كثير. شكرا.